حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وما زلنا متواصلين معكم من خلال برنامجكم برنامج مساء دبي. ممارسة الرياضة مشاهدين الكرام هي عادة اجتماعية واسلوب حياة، ولها فوائد على صحة الجسم وعلى العقل، فهي تحسن من تدفق الدورة الدموية وتقوي العضلات وتهدي الأعصاب وتخفف من الضغط النفسي. إذا واحد في ضغط نفسي ممكن يسوي الرياضة، ولكن هناك تكون بعض الإصابات، واليوم راح نتكلم عن إصابة خاصة في منطقة الكتف. كيف الواحد يتصرف إذا يتلى هذه الإصابة؟ شو آلام الكتف؟ أكيد راح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال أكيد تواجد ضيفنا في الاستديو الدكتور محمد قنديل، أخصائي جراحة العظام. حياك الله دكتورنا ومرحبا بكم معنا. أهلاً حياكم الله. منورنا دكتور محمد، وأكيد موضوع جدا مهم إنه من خلال الإصابات، هناك إصابات كثيرة تصيب الكتف أو أي منطقة في منطقة الجسم، ولكن نحن راح نتكلم عن آلام الكتف بشكل عام. ألم الكتف، هو الكتف هو من المفاصل المهمة جدا في الجسم. طبعا كل المفاصل مهمة، لكن ده مفصل خاص في مفاصل الجسم، لأنه بيتحرك حركة مداها كبير جدا، ده غير موجود في المفاصل التانية. فهو بيتحرك في كل الاتجاهات 360 درجة. فعشان ان هو يتحرك الحركة دي، فدايما بيبقى فيه إصابات مصاحبة ليه. ممكن الإصابات دي تكون في صغار السن أو في كبار السن، ممكن في الرياضيين أو غير الرياضيين، ممكن في المراهقين، ممكن في البالغين، ممكن نتيجة إصابة مباشرة أو إصابة غير مباشرة. نعم دكتور، يعني هناك الكثير من الرياضات يعني ممكن تؤدي لإصابة في الكتف، ورح نتكلم كذلك عن كتف المتجمد وكيفية كذلك اليوم النظام الجديد اللي نشوفه في مستشفياتنا وتطور مستشفيات، حتى هناك زراعة البالون في الكتف. دكتور رح نتحدث إن شاء الله أكثر عن هذا الموضوع، لكن استأذنك إحنا رح نطلع لهذا الفاصل وبعد نواصل برنامجنا. أكيد برنامجكم برنامج مساء دبي، تابعونا مشاهدين الكرام. حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد، وأكيد مستمرين معاكم في برنامجكم برنامج مساء دبي، مع مواضيعنا المهمة اللي تهمكم أنتم وتهم كل أفراد الأسرة والمجتمع. وأكيد معانا ضيفنا الدكتور محمد قنديل، أخصائي جراحة العظام بمستشفى آدم فيتل في دبي. وأكيد نحن نتكلم دكتور عن موضوع الكتف بشكل عام، ولكن إذا نحن منقول أو منشرح آلام الكتف المتجمد ومنهم اللي يعانون هذه الإصابة، لأن فعلا يمكن في ناس يستغربون شو يعني الكتف المتجمد، فلو تشرح لنا أيضا ما هو الكتف المتجمد أو المرض أو نقدر نحن نقول إصابة الكتف المتجمد. طيب هو ببساطة الكتف المتجمد هو من اسمه، هو يعني زي المية اللي هي في الصورة السائلة وبعد كده تجمدت. نعم. فبقت في الصورة الصلبة، هي دي نفس الحكاية بالنسبة للكتف. الكتف المتجمد بيدخل في ثلاث مراحل وبياخد وقت طويل جدا. المرحلة الأولى هي مرحلة التجمد، فهي بيبقى مصاحبها ألم وبداية محدودية الحركة، صعوبة الحركة، تبدأ صعوبة الحركة، ودي بتاخد تقريبا من حوالي من 3 شهور لتسع شهور. بعد كده بتدخل في المرحلة الثانية وهي حالة التجمد نفسها في مفصل الكتف، وده في بعض الأحيان ممكن الألم يقل شوية لكن محدودية الحركة بتزيد كتير، وده بتاخد وقت حوالي من 4 شهور ل 12 شهر. يعني بيصير تجمد فعلا، تجمد يعني ما بيتحركش، بيبقى في محدودية ما بيقدرش، فالمريض بيقعد يعاني ان هو مش قادر يعمل الحركات اليومية اللي هو متعود عليها. نعم. ان هو يسرح شعره، ان هو يلبس هدومه، ان هو حتى تأثر على الأكل لو هو، فالحركات اليومية ممكن ان هي تتأثر. نعم دكتور، يعني السؤال هنا من الذي يصاب بالكتف المتجمد؟ وإحنا اللي نعرف كمعلومة يعني أن النساء هم اللي يصابون، بس هل هاي الإصابات تأتي من الرياضة وما شابه ذلك؟ طيب هو في ناس عرضة أكتر من غيرهم للكتف المتجمد. الناس اللي عرضة أكتر للكتف المتجمد هم اللي فوق الأربعين سنة، 40 سنة فيما فوق، فممكن من 40 لـ60 أو حتى أكثر. التاني هو التاني الناس اللي عندهم أمراض في الغدة الدرقية. نعم. الناس اللي عندهم زيادة الكوليسترول، الناس اللي عندهم السكتات الدماغية، الناس اللي عندهم السكر،
السكر الدم المرتفع. نعم. كله بيبقى أكثر عرضة للكتف المتجمد. إصابة الكتف المتجمد. دكتور محمد، أيضا لما نتكلم إن الأعراض اللي أنت تكلمت عنها إن ممكن أول شيء يكون آلام خفيفة بعدها تصاحبها التجمد في المنطقة نفسها، فإذا تلاحقنا على الموضوع هذا وصار علاج مبكر، فمتى تنصح أنت الشخص اللي يعاني من هذه الأمراض أو هاي الإصابات أو الأعراض نفسها اللي تكلمت عنها إنه يقدر يلحق على نفسه ويتعالج فيها؟ طبعا زي ما احنا قلنا الناس اللي احنا قلنا عليهم إن هم عرضة أكثر من غيرهم، فدول اللي يخلي بالهم الحكاية دي. لو بدأ إن يبقى فيه آلام وبداية محدودية في الحركة في مفصل الكتف من غير إصابة، يعني هو ما بيتصابش ولا حاجة، يعني ما بيقعش، ما فيش ضربة مباشرة للكتف أو كده من دون أي سبب إجا الألم، بدون أي سبب يبدأ الألم تدريجيا. نعم دكتور، احنا قاعدين نشوف بعض الصور الحين على الشاشة دكتور، لو نشوف هذا كتف الطبيعي، كتف الطبيعي والمتصلب واللي حداله دكتور، كتف شو هذا؟ المتصلب، الكتف المتصلب أو الكتف المتجمد هذا هو. تمام. هو الكتف الوضع التشريحي بتاعه هو بيبقى فيه كبسولة من النسيج الخلوي يحيط بالمفصل، وده الكبسولة دي هو رقيق جدا في السمك بتاعه، عشان كده بيسمح بالحركة في كل الاتجاهات. اللي بيحصل في الكتف المتجمد إن هو بيحصل التهابات متكررة في الكبسولة دي، فتبدأ إن هي سمكها يزيد، فده يعمل محدودية للحركة. مع نعم. شو علاجها دكتور؟ أكثر العلاجات اللي تتبعونها في اللي يعني الكتف المتجمد. الكتف المتجمد هو يمكن علاجه بالعلاج التحفظي أو العلاج الجراحي، بس أكثر من 90% من المرضى بيتعالج علاج تحفظي. التحفظي اللي هو العلاج الفيزيائي اللي نعم. هو أدوية. حركات أدوية، ممكن أدوية، أدوية مضادات للالتهاب يمكن، والفيزيوثيرابي. الفيزيوثيرابي اللي هو تحريك دائم لمفصل الكتف، فاحنا علاج طبيعي. علاج طبيعي هو ده العلاج الطبيعي. في بعض الأحيان ساعات ان احنا بنحقن الكورتيزون عشان ان هو يساعد، لكن مش هو الحل النهائي طبعا يعني. وأيضا ليه مصطلح آخر هو التهاب المحفظة اللاصق، ليش أطلق عليه إن هذا الاسم التهاب المحفظة اللاصق لهذا المرض بالضبط؟ لأنه هو نفس ما احنا قلنا المحفظة هي الكبسولة اللي احنا قلنا عليها نفسها. هو نفس الترم. وإن هي التهبت، يعني من زيادة الالتهابات إن هي بدأت تلتصق في بعضها، فبدأت إن هي تتجمد. وممكن يكون لها مداخلة جراحية دكتور على هذا الموضوع؟ ساعات بنتدخل تدخل جراحي، وده تدخل جراحي بالمنظار الجراحي أو التنظير، وده عبارة عن فتحات أو ثقوب صغيرة بنعملها في مفصل الكتف، بندخل كاميرا وبندخل آلات من الثقوب التانية، إن احنا بنعمل توسيع للمحفظة اللي هي بدأت إن هي تتخن دي، فنرجع الحركة كاملتين. كم يأخذ العلاج دكتور إذا أحد أجرى هذه العملية؟ كم يأخذ علاجه حتى يتم حركتها بشكل طبيعي؟ بالنسبة للجراحة نفسها، المريض يعني بينبهر من ان هو بعد الجراحة على طول ان هو ما كانش فيه حركة في مفصل الكتف تماما، وبعد الجراحة يعني بيفوق من الجراحة بيبقى عارف ان هو يحرك الكتف حركة كاملة، والحكاية ما بتاخدش نص ساعة يعني. يعني العلاج جدا بسيط، وايضا ايضا الجراحه والمداخله الجراحيه ايضا بسيطه، ولكن جدا. في ناس ممكن تتخوف من موضوع الجراحه دكتور، خاصه اذا كان موضوع العظام، فهل هناك مثلا فوائد او مخاطر لهذه التدخل الجراحي لهذه المنطقه؟ هو ما فيش مخاطر، لان التدخل محدود جدا، هو احنا ما بنفتحش فتحات كبيره في المفصل، هو عباره عن ثقبين او اكتر، ممكن ثلاثه، وده بندخل كاميرا من ثقب، والثقبين التانيين او الثقب التاني ده بندخل الات ان احنا بنحرر الكبسوله اللاصقه، فهي ما فيهاش خطوره كتيره يعني. يعني نفس العمليات اليوم القص المعده وما شابه ذلك، هي عباره عن فتحات بالمنظار فقط يقومون فيها الدكاتره؟ اسهل، بسيطه يعني، اسهل من قبل، ابسط بكثير. نعم.
دكتور يعني احنا دام نتكلم عن الكتف اليوم احنا نشوف الكثير من الناس, يمكن انا من الناس هذا اللي اواجه هذا الشيء اليوم, يوم انشمر نومي احس بالام في كتفي, ما اعرف ممكن راقد غلط او ما شابه ذلك, متى انا احس بالالم الشديد او نفس هذه الالام تتكرر عندي, هل لازم في هذا الوقت انا اراجع الدكتور ولا اقول ان هاي طبيعيه خلاص؟ الحقيقه ان هو اي الام في الجسم فده مش طبيعيه, هو الالم عموما هو رده فعل من الجسم بينبهك او بينبه الانسان ان هو في مشكله. لكن ببساطه شديده جدا لو هي الحكايه بقى لها يوم او يومين فدي ما فيهاش مشكله, يعني ده ممكن يكون حاجه عرضه, انما لو هي بقى لها فتره اطول لا, يعني أنصح إن هو المريض يزور الطبيب المختص فهو اللي يفيده أكتر. يعني دكتور سمعنا عن موضوع وعمليات جديدة اليوم في الكتف, عملية بالون الكتف ما شابه ذلك, يعني لو تكلمنا أكثر عن هذا هاي العملية. بالون الكتف هو في بعض الناس كبار السن بيبقى عندهم قطع في أوتار حزام الكتف, والقطع ده ممكن ان هو يكون حصل له تدخل جراحي قبل كده لخياطته, وممكن ان هو يفشل فساعات ان احنا كحل للمشكلة دي عشان ان احنا نخفف الالام من على المريض ده ونساعده, فان احنا ساعات بنحط بالونة عشان تمنع ان العظم يلتصق في بعضه تمام؟ أيوة. فدي بقى فيه زي مسافة بين العظمتين. نعم. والمسافة دي بتخلي الالام عند المريض اقل بكتير وممكن انها تختفي ايضا. دكتور اليوم بتعطي نصائح حق المرضى اللي طبعا يعانون من الغده الدرقيه مثل ما تفضلت انت, وايضا امراض السكر, ان ياخذون حذرهم او فعلا يكونون منتبهين على هذه الحالات لانهم اكثر عرضه لهذه الاصابات, لو تعطي نصائح من عندك انت اليوم لكل المشاهدين اللي يتابعونا. نصائح للمرضى اللي هم اكثر عرضه للكتف المتجمد اللي هم مرضى السكر او مرضى الغده الدرقيه, نصيحتي ليهم ان هو اول ما يبدا يحصل فيه ألام وفي محدودية في الحركة إن هو دايما يزور الطبيب المختص أو المستشفى المتخصصة في الحكاية دي, لأن علاجه سهل جدا في الأول. يعني لو هو بدأ علاج فيزيائي أو علاج طبيعي من الأول خلاص ممكن إن هو يوقف المراحل اللي احنا قلنا عليها اللي هي الثلاث مراحل اللي احنا قلنا عليها, فده أبسط حاجة فالمفروض الناس تنتبه للحكاية دي. عبد الله يعني إذا أنت نشيت مرقادك وحسيت إن أكثر عن مرة يعني هالألم لازم تتوجه للدكتور. يعني لازم دكتور, بس يعني أنا صار لي مدة يعني من سنين كل ما أنا أحس بآلام ولكن ما راجعت الدكتور, أقول يمكن هذا نوم نايم بطريقة خاطئة, فهاي معلومة جميلة اللي سمعتها منك, يعني إذا كانوا في ناس يعانون من هذا الشيء يراجعون الدكتور أكيد يهتمون في صحتهم. تحياتنا لك الدكتور محمد قدير أخصائي جراحة العظام بمستشفى آدم فيتال دبي, شكرا لك على تواجدك اليوم معنا وعلى هذه المعلومات الجميلة, وأكيد لنا لقاءات أخرى إن شاء الله في الأيام القادمة. شكرا دكتور. شكرا دكتور.